أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم في معنا مجاهر جديد من العراق، الأخ ربيع عبد المعمار. خلونا نرحب فيه. أهلا وسهلا فيك أخي ربيع. أهلا وسهلا أستاذي العزيز، كيف حالك؟ أهلا وسهلا فيك أخي ربيع. نحن وعدنا مشاهدينا في حلقة من عن الإشكاليات الأخلاقية في القرآن. أولا تحياتي إلى المشاهدين وتحياتي إلى حضرتك وإلى هذا البرنامج المهم والذي يحتاجه الجميع. أهلا وسهلا فيك أخي ربيع. قبل ما نبلش بالموضوع، يعني نحن تعودنا بالبرنامج تقديم بطاقة شخصية عن الشخص الضيف وشوي عن الحياة الاجتماعية. راح أبلش بس ببطاقة تعريفية لو سمحت. تفضل. أنا ربيع عبد الصبري من العراق، من بغداد، مهندس مدني، العمر 27، الديانة السابقة يعني الإسلام، ولكن الإسلام ليس بالشكل الصحيح يعني. ولا يهمك، راح ندخل راح نجي لهالموضوع هي يعني. خلينا بس تحكي لنا عن البيئة اللي تربيت فيها كمتدينين حواليك، مثلا من العائلة، من الشارع، من المدرسة، الأهل كيف كانوا يفكروا؟ البيئة متدينة طبعا، العراق لكن ليس متدينين بالشكل الصحيح يعني. العراق أشبه بنظام يعني علماني تقريبا، لكن الآن تحول العراق يعني إلى بيئة دينية بحتة. للأسف للأسف. طب نعم، لا تفضل. ويعني عادي، يعني يعرفون إني ملحد. تمام. خلينا انت وصلت شي مرحلة انك كنت مؤمن حقيقي بالدين؟ أخي ربيع تسمعني؟ أتمنى ربيع يكون عم بسمعني. أنا آسف على العطل الفني، أظن الصوت راح من عند الأخ ربيع. ألو تسمعني؟ وصلنا الصوت، الله انقطع الصوت شوي. نعم، أعتذر. كان سؤالي يعني، انت وصلت لمرحلة انك صرت متدين، صرت مقتنع كامل اقتناع في تدين، في ايمان، خلينا مثل تعبير المؤمنين يعني ايمان في قلبك. تفضل. نعم، انا في الاول يعني متدين مثل اي انسان، يعني نولد بهذه البيئة يكون متدين، او اذا نولد مسيحي يكون مسيحي، يهودي يهودي، بوذي، يعني حسب البيئة اي انسان. يعني انت تبدأ بالناس اللي حولك او المجتمع مثلا، فانت يبدأ الشك. انت اسفين كثير اعزائي المشاهدين لهذا الانقطاع يعني، ويظهر البث مو طبيعي، فاتمنى يرجع يتصل فينا الاخ ربيع. اظن اتصل فينا، اجى الاتصال. أخي ربيع عم تسمعني؟ تسمعني الآن؟ عم بسمع. تفضل. نعم، كيف يبدأ الشك؟ يعني كيف يبدأ الإنسان بالشك؟ يعني أنت تنولد في بيئة دينية، يعني بيئة دينية متكاملة، لكن أنت تبدأ بالشك، أنك ترى المؤمنين وهم متدينين وهم يصلون وهم يزكون، لكن بنفس الوقت يعني ترى انحطاط كبير هذا المجتمع. فأنت يعني يبدأ من هنا الشك، لكن ترى الغرب مثلا أو دول ثانية ترى غير أمور، لا ترى عندهم دين ولا ترى عندهم صلاة أو زكاة أو هذه الأمور أو تعاليم الدين بشكل كامل، لا ترى عندهم هذا الشيء. ولكن مع هذا يعني لديهم أخلاق،
لديهم دولة متكاملة، لديهم يعني الصدق وكل شيء جيد، فأنت تبدأ بالشك. يعني من هنا تبدأ بالشك، تقول أين الخطأ؟ مثلا المسلمين ينسبون الخطأ إلى التطبيق، يعني نظرية يقول لا، الدين ليس فيه مشكلة، إنما التطبيق هو المشكلة. لكن هنا عندما يعني تذهب إلى الدول مثلا المسيحيين أو إلى الدول دولة السويد مثلا، يعني هل هم يعني التطبيق صحيح عندهم؟ هل هم طبقوا الصحيح وأنتم لم تطبقوا؟ يعني يبدأ الشك من هنا. ربيع، قبل ما نوصل للمرحلة، يعني إذا بتعطينا مثلا صور الانحطاط اللي سبب الدين، خلينا نقول هلا بالعراق، هلا بحياتك اليومية، شوف شو هي الصور، مظاهر الانحطاط، خلينا نقول بسبب الدين، تشوفها أنت، تفضل. يعني مثلا في العراق، يعني اكثر العراقيين اكثرهم شيعة، يعني العراق اكثرهم شيعة. يعني مثلا يعني تجد انسان متدين او يذهب الى الزيارات او الى المقدسات مثلا او الى الجوامع، يعني نفس الشيء، لكن بنفس الوقت هو انسان يعني اليوم يصلي وغدا يفعل غير اشياء. فمن هنا تعرف أن الدين ليس له فائدة، يعني ليس فيه فائدة، مجرد أنت وجدت نفسك متدين فقط، وردته من أهلك، وأنت مضطر يعني أمام هذه الصعوبات، يعني تجد صعوبات أنك تقول ملحد، أو هذا لا أريده، أو هذا لا يدخل في عقلي، تجد صعوبة، لذلك هو يتقبل هذا الأمر ويبقى كما هو مسلم. يعني اغلب المسلمين هم ملحدين او لا دينيين، لا يعرفون من الدين اي شيء. يعني يسأله فسر لي سورة الفاتحة، لا يعرف. اقرأ هذه السورة، لا يعرف. ماذا يوجد في التراث، لا يعرف. يعني هذا يشبه لا ديني، لا يعرف اي شيء عن الدين، مجرد بالاسم هو متدين او مسلم، لكن هو ليس لا يعرف أي شيء. هو تقديس عن جهل، يعني للأسف تقديس عن شيء لا يعرفه، كلب بغايات يعني. طيب أخي يا ربيع، يعني برأيك هل يصلح القرآن أن يكون مصدر للأخلاق؟ أولا يعني الأديان بشكل عام، يعني المسلمين مثلا يعني يحبون الخير للناس، ولكن بنفس الوقت هناك أنانية في هذا الإنسان. لماذا؟ لأن هذا الإنسان يقوم بالعمل الأخلاقي لأجل ثواب. يعني الأديان هي كلها من أجل ثواب، من أجل رغبات دنيئة، يعني يفعل هذه الأمور من أجل أعمال أو رغبات دنيئة هو يفكر فيها. أنا حتى الأحكام الشرعية وكثير منها تتقاطع، يعني مثل الإرهاب، العداوة، الكراهية للآخر المخالف، كل هذا يتقاطع مع الأخلاق. يعني أما المجتمع أو علماء النفس يعني يفسرون الأخلاق يعني كفرد أو كشخصية يجب أن تلتزم بالأخلاق للحفاظ على المجتمع، حتى المجتمع يتماسك. يعني من ناحية هذه الأخلاق يفكرون من هذه الناحية، أما الناحية الإسلامية تفكر فيه من أجل الثواب. هذا يولد الأنانية والكره يعني التفكير الديني. أما التفكير النفسي وعلماء النفس يفكرون أن الفرد يجب أن يلتزم بالأخلاق، إذا لم يلتزم بالأخلاق فالمجتمع ينتهي، أو تقوية روح التعاون بين أفراده. وهذا مصدر أيضا من الأخلاق، هناك مصادر كثيرة للأخلاق، يعني ليس الدين ليس وحده هو الأخلاق. وأصلا تجد فيه أمور يعني
لا أخلاقية، يعني مثل الآن مثل هذا يعني من أجل الثواب مثلا، غير أخلاقي. يعني أنت تفعل الأخلاق من أجل هدف، لكن لا تفعلها من أجل الإنسانية ومن أجل حب الإنسان نفسه. لذلك الأخلاق متغيرة من مجتمع إلى مجتمع، يعني الأخلاقيات متغيرة. مثلا عندنا الشرق اللي يقتل والده في سبيل الله، وهذا رجل أخلاقي يعتبر. أما في غير مجتمعات اللي يقتل والده يعتبر إرهاب غير أخلاقي طبعا. لذلك الأخلاق متغيرة من مجتمع إلى مجتمع، يعني متغيرة نسبيا. للأسف يعني أنا بشوف إنه الدين خصوصا الإسلام يعني قلب الأخلاق رأسا على عقب. يعني مثلا إذا في سبيل محمد ممكن تقتل والدك، طبعا الإسلام يعتبره أخلاق، الطبيعة البشرية بكل تأكيد تعتبره شيء إجرامي يعني إرهابي. فالقرآن فيه أمثلة كثيرة يعني إذا على قلب الأخلاق مثلا على عقد، يعني ومنها مثلا زواج محمد من زوجة ابنه بتبني. يعني هل من المعقول الإنسان يتزوج شيء يعني زوجة ابنه يعني للأسف. طيب أخي ربيع، برأيك ما هي الأخلاق التي يحض عليها القرآن تجاه غير المسلمين؟ إذا طبعا الكره الى المخالف، يعني ويعني حتى تجد في القرآن يعني يسب الآخرين او يسب المشركين. انت كيف تبني مجتمع الآن وانت تسب الآخرين؟ كيف يعني سوف تتكون صورة اذا هذا الانسان إن ولد وهو صغير في العمر؟ مثل سورة الفاتحة، تبدأ في سورة الفاتحة وفي الأخير النصارى واليهود مغضوب عليهم مثلا، وهؤلاء أيضا يعتبرون مؤمنين. إذا بين المؤمنين مغضوب عليهم وضالين، كيف تسوي وتبني المجتمع؟ كيف وهذا طفل صغير يتعلم وهو صغير أن هؤلاء مغضوب عليهم، أن هؤلاء ضالين، أن هؤلاء خارجين عن الملة، أن هؤلاء في النار؟ كيف تتكون؟ أنا الآن يعني عندما كنت أقرأ مثل القرآن، يعني كنت أعتبر المسيحيين واليهود يعني أشمئز يعني حقيقة في نفسيتي وأنا صغير، لا أعلم، يعني لم يكن لدي علم كبير حقيقة، يعني أعتبرهم فتشي من غير كوكب. يعني كنت أعتبره من غير كوكب ثاني، يعني ولد الكراهية وأنت صغير. طبعا أنت عندما تسمع مغضوب عليهم ضالين، أنت يتولد الكره وأنت صغير. بكل تأكيد يعني الإسلام مو بس الآية حدث ولا حرج، يعني وصفهم بالحمير وبالخنازير وبالبعير وما خلى شيء يعني. تفضل يعني. يعني هناك كثير من الأمور يعني كثير من الأمور في القرآن وفي القصص يعني تدعو إلى يعني غير أخلاقية. يعني مثلا الإله هذا يأمر أنبياءه بالشر، مثلا يأمر إبراهيم أن يذبح ابنه، إذن هو يأمره بالشر مع أنه لم يذبحه يعني. ولكن تجد في قصة أخرى مثل قصة الخضر، يعني قتله وسأله موسى لماذا قتلته؟ قال بعد سنوات سوف يقوم بأذية أهله. طيب كيف تقتله يعني؟ كيف؟ يعني هذا غير عمل غير أخلاقي. يعني إحنا نعرف يعني القصاص لازم يكون في قبل الجناية، وهذا الإله ظالم يعني يأمر بالقتل أشياء أشد من ذلك، صحيح. أو ينتقم من الأقوام، يعني أقوام كاملة. يعني هذا الشيء في الأديان كلها
هذا الإله ينتقم من أقوام كاملة، يعني إبادة جماعية، يعني هتلر، يعني صدام، ستالين، يعني لماذا نتكلم عنهم إذن؟ مثل صدام عندما ضرب حلبجة بالكيمياء، ولماذا نتكلم؟ إذن هذا الإله هو نفس الشيء. لماذا ننتقدهم؟ لماذا ننتقد هتلر؟ هذا الإله أيضا يدمر الأقوام، مثلا قتلوا الناقة مثلا، فقام بتدميرهم جميعا، أطفال، نساء، شيوخ، يعني هذا غير عقلي، يعني كيف يعني تريد أن يدخل في عقلي؟ ما هذا الإله؟ يعني هو مجرم؟ يعني بصراحة هذه يعني أنا بتذكر لما كنت عسكري في الجيش السوري، فبالدورة نعم بدورة الأغرار بيسموها العقوبة جماعية والمكافأة فردية، نفس المبدأ الإلهي، يعني مبدأ عسكري بحت. نعم صحيح، يعني هذه إشكالات أخلاقية، يعني حتى في كل الأديان، يعني تجد ليس فقط الإسلام، هذا الإله يعني لا يفرق، يعني يقتل الصغير، يقتل الكبير، كلها يقتلها، هذه أشياء غير أخلاقية. طيب أخي ربيع، يعني القرآن ذكر الولدان المخلدون بأكثر من آية، يعني في أحد الآيات يقول يطوف عليهم ولدان مخلدون، برأيك شو هو مستوى الأخلاق لهذا الإله الذي يغري عباده الصالحين بأطفال الذكور أعمارهم صغيرة، ويصف أجسادهم وصف جنسي، وأيضا إغراءهم بالحريات، يعني لو تعطينا هيك رأيك يعني هذه الفكرة، يعني أنت تقدر، يعني أنت تصور الجنة، هذه الجنة يعني تجدها مختلفة في كل دين، يعني تجد التصور للجنة الآن في القرآن، يعني تجدها بما يحب هؤلاء الذين يعيشون في الصحراء، كانوا فقراء، كان لا يملكون أي شيء، فتجد تصوير الجنة، العسل، الخمر، يعني الذي يعني في بيئتهم الذي يحبوه حبا شديدا، يعني مثل غلمان المخلدون، يعني هؤلاء عبيد، السعودية ماذا تحب إلى الآن؟ يعني عبيد، تستخدم الناس كعبيد، لأن الغلمان يستخدموهم كعبيد للخدمة في الجنة، فتجد الجنة في كل دين يصورها يعني على أساس البيئة، أنت تجد من تصوير محمد على أساس البيئة التي يعيش فيها، يعني كل الأديان تصور الجنة على أساس البيئة التي يعيش فيها الإنسان، فتجد يعني القرآن قرآن بشري، لماذا القرآن بشري؟ لأن القرآن يعني محصور ما بين المسيحية وما بين اليهودية، لكن أنت لن تجد على البوذية، لن تجد على الزرادشتية، لن تجد القرآن يخرج من منطقته أبد، يعني عندما تفكر اللي عارفها بالضبط. يعني من حقك أنت تشك، يعني لماذا لا يوجد مثلا نبي لليابان، للصين، هذه المناطق لا يوجد، لا يوجد، لماذا؟ هل الإله هذا يفضل بيئة صحراوية على البيئة الأخرى؟ يعني أنت من حقك الآن تشك، يعني من هذه الناحية، هناك نواحي كثيرة لكن هذه ناحية صغيرة، يعني القرآن محصور ما بين المسيحية واليهودية، لا يوجد للزرادشتية، لا يوجد للبوذية، لا يوجد للهندوسية، في القرآن لم يذكرهم أصلا، لماذا؟ يعني هنا سؤال، لماذا؟ أما بالنسبة للولدان المخلدون، يعني ماذا يفعلون؟ يعني مجرد عبيد للخدمة، للخدمة، خدمة يعني الجنة، يعني الجنة بشكل عام هي حظيرة، يعني حظيرة للأغنام، تصورها حظيرة، هو لا حقيقة، بالعكس، يعني حظيرة للأغنام. اظن الجنه تبعت المسلمين هي كباريه للاسف. يعني تخيل هذه الجنة، كوز للخمر، يعني كلها للمعدة،
يعني هيك اشباع اشباع اشباع، والاشباع الاشباع يعني الجنسي، ولا اعلم كيف اشباع جنسي فوق. يعني هو اللي كان محروم منه محمد واصحاب محمد، هو الجنس لا صحيح صحيح الوجه صحيح، الحسن والخضار، فالصحراء فبده يشوف شو بده صحيح تاكل معه، يعني غير الاشياء الغريزيه اللي هم محرومين منها اصلا. يعني نعم صحيح. تصوير الجنة يعني على أساس البيئة، يعني يصور لهم، هم يحبون هذه الأمور، يحبون الغلمان، العبيد، الجواري، يعني مثل الحوريات. كل يعني ده أنا أنصح النساء، يعني النساء المسلمات، يعني متى سوف يأتي الوقت لها، حوريات 100 ما أعرف 70 ما أعرف أكثر، يعني عدد كبير. يعني متى سوف يأتي الوقت إلى امرأته؟ يعني أشياء فوق العقل. يعني الدين يأتي يعطي أمور خارقة فوق العقل، يعني حقيقة تتعب العقل، تتعب العقل، تجعلك يعني تفك، يعني مرض أشبه المرض، يعني أشياء خارج حدود عقلك، هو يعني أنت لا تعرف. العقل والدين لا يلتقيان، يعني مهما حاولوا. نعم في أمور كثيرة، يعني العقل والدين لا يلتقيان، يعني كلها أمور خوارقية، أمور خارج. وأنت يعني إذا لا تريد أن تصدق بها، أنت يجب أن تصدق بكل النصوص. طيب أنا هناك نصوص لا أريد أن أصدقها، يعني كيف يعني أدخلها في إبرة في رأسي ولازم أدخلها، تدخل في عقلي كيف يعني تريد؟ يعني يعني لازم مثلا أنت يضربها بالطاسة ويضربها براسه مشان تدخل في الكشفة. يعني مثلا أنت إذا تريد تكذب نص، مثلا نص في القرآن، هذا النص أنا لا يدخل عقلي، يعني ماذا تفعل؟ تقتلني أو الإله يحاسبني مثلا على ماذا؟ يعني الإله أو يعطيك العقل، بعده يأتي هذا الدين ويأخذ عقلك، يا أما طماطة يا أما خيار، لا يعطيك خيار ثالث. للأسف الدين بعيد عن المنطق، وفي عنا حلقة الأسبوع الجاي مع سيدة أحلام محامية من الجزائر، يعني راح تكون حلقة شيقة أظن، والله علاقة صديقة المنطق في الأديان وفي قوانين كمان. نعم. فبالنسبة يعني هذه الأمور الأخلاقية، يعني الأديان غير أخلاقية، فيها أمور كثيرة غير أخلاقية، يعني بالضبط. مثل ما قلت لك، يعني هذا الإله يأمر الأنبياء بالقتل، يأمر أو هو كما تصوره الأديان يقتل أقوام، مثل نوح، مثل قضية نوح أيضا غير أخلاقية، يعني أغرق الأرض، غير أخلاقي هذا العمل، وقتل الأطفال والشيوخ والكبار وكل شيء، غير أخلاقي. فالأخلاق يعني من مذهب يعني الماديين أو سلوكيات الإنسان، يعني الأخلاق غير محصورة في الدين، أصلا الدين غير أخلاقي. هم يسألون أسئلة، يقولون يعني إذا دين، إذا ليس هناك دين أنت تفعل أي شيء، هذا السؤال دائما يربطون الأخلاق في الدين، يعني أن الدين هو الأخلاق، لكن هذا الشيء خطأ. يعني هسه كيف خطأ؟ أنت تجد في الواقع مثلا اليابان أو الصين أو الدول الأوروبية، تجد لديهم أخلاق، لديهم صدق. بكل تأكيد بكل تأكيد. طب أخي ربيع، يعني هلا الإسلام ادعى مثل كل الباقي الأديان، يعني ادعوا نصرة المظلوم، ويعني إنه يجب لا يخرج الناس من عبادة الناس إلى عبادة رب الناس والحكي هذا. فيعني القرآن برأيك إن القرآن أمر بحرية الإنسان وحرم العبودية بكل أشكالها؟ يعني إذا في شيء أنا بحثت كثير وما لقيت حتى ولو كلمة واحدة، مو بس آية، حتى لو كلمة واحدة
في تحرير العبيد بكل معنى الكلمة، يعني إنه يعني بآية بسيطة أو حديث إنه يا جماعة حرروا العبيد. ألو تسمعني؟ تسمعني؟ تفضل. ألو. تفضل. الأديان يعني فيها، بالرغم من أن فيها جنة ونار، ولكن تجدهم غير أخلاقيين. يعني اليابان أو الصين أو هذه المناطق، الدول ليس فيها جنة ونار، لكن تجد لديهم الالتزام، لديهم الصدق، لديهم كل شيء. وهنا المسلمين أو المتدين لديهم جنة ونار وخوف، ولكنهم غير أخلاقيين بالرغم من كل هذا الموجود، لا تجد عندهم أخلاق. فالأخلاق يعني قضيتها عميقة جدا. تفضل عم نسمعك. أظن صار في مشكلة بالصوت بالكونكشن، تسمعني؟ تفضل أخي. تسمعني؟ أسمعك أسمعك. نعم. خليني أسألك سؤال أخي ربيع. يعني تفضل. الإسلام مثل كل الأديان ادعى أنه إجا لنصرة المظلوم وإجا لحرية الناس، أنه يخرج الناس من عبادة الناس لعبادة رب الناس. طيب برأيك هل القرآن أمر بحرية الإنسان وحرم العبودية؟ تفضل. طبعا هذا لا يوجد، هذا الكلام. يعني العبودية تجدها فقط في الإسلام. الآن كل الدول تخلصت من العبودية، لكن تجدها فقط في الإسلام، لم يتخلص منها إلى الآن، وهذه المشكلة الكبيرة. يعني الآيات موجودة، يعني يدرسون الآن في المساجد، يدرسوهم على العبودية، الرق، كل هذا يدرس، يعني لم ينتهي، وهذه الآيات موجودة إلى الآن ويدافعون عنها، يعني لم تنسب مثل الآيات الباقية. العبودية موجودة في الإسلام، رغم أن كل الدول وصلت إلى مرحلة كبيرة الآن، ليس هناك عبودية، ليس هناك ملك للإنسان، كل شيء انتهى الآن، تقدم إلى الإنسانية، لكن المسلمين يرجعون إلى الوراء، فهم مستنسخين. يعني كل جيل الآن ينولد مستنسخ عن الأجيال السابقة. لماذا؟ لأن هذه الكتب تعلمهم ما كانوا يتعلمون قبل قديما، فتجد يعني مستنسخين، يعني كل جيل مستنسخ، كل جيل عقله يعني متجمد، لأن لا يقدر على التفكير بسبب هذه الكتب، تقيد كل شيء، كل شيء تقيده في عقل الإنسان بحيث لا يفكر. فالعبودية موجودة في الإسلام، موجودة وفي الآيات وفي الأحاديث وفي التراث وفي كل شيء، لكن مع ذلك يدافعون عنها. للأسف يعني هن يدعون إنه جاء الإسلام لإخراج عباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد والحكي الفاضي هذا. لا، أنا في نظري إن القرآن ونصوص الحديث يكرسون العبودية يعني بشكل عجيب، وموجودة لحد إلى أبد الآبدين يعني. نعم، موجودة إلى أبد الآبدين، هذه موجودة في الإسلام، موجودة. بالنسبة لآلهة العرب، يعني الأصنام، أنا بنظري أن هذه الأصنام أفضل من إله القرآن، يعني بنظري أنها أفضل، هذه الحجارة هي أفضل، لأن هذه الحجارة لا تدعو إلى القتل، لا تدعو إلى قتل المخالفين، لا تدعو إلى قتل المرتدين، ومجرد يعني آلهة شعرية قديما، آلهة شعرية، لا ليس فيها تهديد، ليس فيها عقاب، ليس فيها غضب، هي مجرد آلهة غنائية، ليس فيها هذه الأمور. لذلك أنا أراها أفضل، حقيقة أراها أفضل. أخي ربيع،
خلينا نرجع موضوع الإجهار بالإلحاد، يعني برأيك نعم في أهمية إنه الملحدين يجهروا بإلحادهم ولا لا؟ أولا يعني الحياة هي تنوع، تنوع يعني تجد ملحد مثل العراق، العراق هو قديما يعني والآن يعني داعش، أجمل شيء في العراق التنوع، أجمل شيء في العراق هو التنوع، يعني هناك المسيحي، الصابئي، اليزيدي، عبدة النار، المشركين، كثير كثير من الطوائف، هذا الجمال. لكن عندما داعش هذه كلها قتلها، لذلك تجد يعني العراق فد شيء جميل، ولكن الدين يخرب كل شيء يعني. للأسف فالإجهار بالإلحاد يعني من حق أي شخص، من حق أي شخص. يعني الآن في الدول الغربية يعني توصلت إلى مرحلة حلوة، الآن في الدول المسلمة الإجهار يعني الإلحاد مثل ما قلت لك كأنه جاء من كوكب آخر. ضبط، يعني نحن عنا بيحسبوه انه كائن فضائي، يعني شيء غريب ننسى معنيه فيهم، فاجئوا ملحد، واو في هذا. كائن فضائي، لكن الملحد يعني مجرد فصل الأمور الغيبية، مجرد فصل الأمور الغيبية عن العقل، ليس هناك مشكلة. فصل الأمور الغيبية عن العقل، يقول لك أنا لا أدركها، هذه الأمور يعني لا تدخل في عقلي، كيف لا أقدر أتوصل إليها؟ يعني من حقه، من حق أي إنسان، من حق أي إنسان يعني يفكر في هذا التفكير. طيب اخي ربيع، انت هلا نحن كلتنا، انا شخصيا بعرف انه مجتمعي في انحطاط، يعني ما بعده انحطاط، يعني نحن في مزبله التاريخ، يعني كل وقت في له مزبله للتاريخ، يكون في مجموعه من البشر محطوطه في مزبله التاريخ، ونحن حاليا مجتمعاتنا في مزبله التاريخ للاسف. يعني انت كشخص ربيع بتريدهم يوعوا يفهموا، يا جماعة نحن عايشين عصر الانحطاط، يا جماعة لازم نصحى، لازم نشغل عقولنا، بكفي يعني. نعم 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 أولا هذا الأمر يعني تنظر له من زوايا، أولا هذا الأمر صعب، يعني صعب أنه في يوم وليلة، يعني صعب كيف يعني؟ كان هذه الشعوب تعيش في حالة في كهف، يعني حتى أنا بالنسبة لي كنت أعيش في كهف، الشعوب العربية كافة بسبب الدكتاتوريات، الدكتاتوريات الإسلامية يعني تعيش في كهوف مغلقة. فالآن جاء النت يعني غير أمور كثيرة، فأنا أنصح يعني الناس أن تقرأ، فقط اقرأ لا غير، لا تقتل ولا تفعل أي شيء، فقط اقرأ، لديك إنترنت الآن، كتب كثيرة، إذا كتب غير موجودة في الدول العربية محرمة أو تعتبر مخالفة، هنا في الإنترنت تجد وتنزل أي كتاب تريده، فقط اقرأ، ليس هناك مشكلة، فلسفة أو اقرأ للمخالفين. المشكلة إن الإنسان المسلم مغلق، إنه يملك، يحس إنه يملك اليقين، هذا اليقين التام، أما الآخرين فهم يعتبرون جهلاء أو أغبياء لأنهم مخالفين فقط. يعني أنت تخيل إنه غاندي صاحب أهل العقل العظيم، يعني مجرد إنه مخالف للإسلام يعتبر إنسان يعني إنسان غير ذكي، وإحنا كلنا نعرف غاندي من. فقط اقرأ، فقط هذه الكلمة لدي لا غير. أنت والله عندما تقرأ وعندما تطلع على تراثك، هذا الآن المسلمين، يعني أنا الآن في الفيس يعني أغلب المسلمين أنكروا أولا التراث، هناك مسلمين من هؤلاء المعتدلين أولا أنكروا التراث،
الآن تتكلم معه بالتراث يقول لك لا أنا أريد القرآن، يعني أنكروه. فأنا أفرح يعني حقيقة في داخلي إنه بدأ يطلع، بدأ النكران، يعني هذا شيء جيد، وشوي شوي تطور. بالضبط. يعني نحن بنريد الناس تقرأ يا جماعة، اقرأوا اقرأوا. يعني اليوم صار 1400 سنة ما بنعرف غير هالقرآن، الكتاب متواضع يعني كم صفحة، يعني فهن كاتبينه بالأحرف الكبيرة، يعني لو يحطوه بالأحرف الطبيعية الصغيرة هيك لا يكتيب يعني القرآن أصلاً. ف 1400 سنة عم نقرأ هالتراث هذا كله على مبني على قال وقيل، ليس اكثر ولا اقل. يا جماعه اقرأوا بالفيزياء، اقرأوا بالعلوم الطبيعيه، اقرأوا يعني بالعلوم الفلكيه، يعني وسعوا شوي من دائره القراءه المعرفه. يعني في مسلمين كثير يقرأون، لمن يقرأون؟ يقرأون صحيح البخاري وصحيح مسلم، تفسير ابن كثير، ورياض الصالحين، ورياض الطالحين، ومحفوظ البسمله، الحكي الفاضي هذا. نعم، أخي أولا النهضة، إحنا نعرف ديكارت أها بدأ بالجوجيتو الذي يقول أنا أفكر إذا أنا موجود. فمن هنا يعني بدأ التفكير، يعني في هذه المقولة الصغيرة كان يقول، يعني كان الإنسان قديما لا يفكر، كان إنسان مستنسخ عن أبوه، عن أمه، عن الماضي، مستنسخ، إنسان لا يفكر. فالآن جاءت هذه المقولة وجعلت الناس تفكر من جديد، الحرية الشخصية، الآن أنت تفكر، أنت تبدأ. لكن في الإسلام يعني تجد أحاديث تمنعك من التفكير، أو تجد آيات أيضا حسب ما أذكرها، يعني تمنعك من التفكير، تقول أي التفكير مخالف إنه من الشيطان. لذلك تجد يعني عند الأهل، عند الناس يعني المسلمين أو الأصدقاء، عندما تتكلم في أمر، يعني أمر هو يعتبره أمر شيطاني، يعني يقول لا 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 لا، اصمت اصمت، لا تكلم بهذا الأمر، لا إنه الشيطان. يعني كلها احنا نعرفها لأنك تكلمت في شيء خارج عن حدود عقله، فيعتبر هذا الأمر من الشيطان. يعني التفكير شيطان. أنا عندي جوجيتو صغير يقول أنا أفكر إذا أنا مقتول، هذا ينطبق على المسلمين، لا تفكر أنت تقتل. أظن بالمعنى الإسلامي أو المعنى الديني بالأحرى، أنا أفكر إذا أنا شيطان، يعني لازم تكون دي. هذه أيضا، أنا أيضا سوف أقوم بنشرها، أنا أفكر إذا أنا شيطان. صحيح، يعني الفلاسفة الآن كلهم شياطين، إذا على هذا الكلام كلهم شياطين. كلهم شياطين. طيب أخي ربيع، أنت برأيك يعني هل تشجع على الإجهار بالإلحاد؟ إذا بتشجع على الإجهار بالإلحاد، لماذا تشجع على الإجهار بالإلحاد؟ نعم، أنا أشجع الجميع، لأن هذه الحرية هي حرية للجميع. يعني أنت ليس من حقك أن تقيد الحريات، من أنت؟ من أنت حتى تقيد حريات الآخرين؟ هذه حريته هو، يعني يختار اللي يريده، أو اللي يعني عقله اللي يريده. فليس من حق أي شخص، يعني دكتاتوريات إذا تقول، يعني إذا تدخل آخر وقال له يعني يمنعه، إذا هذا إرهاب، دكتاتورية وإرهاب. فأنا أشجع الجميع أن يتكلموا وأن لا يخافوا، فليس هناك خوف يعني بعد اليوم. بكل تأكيد نحن دعسنا الخوف تحت نعالنا بصراحة، يعني أقولها ولا يهمني بشيء. الخوف انتهى، واللي بيحاول يخوفنا خليه يصحى وحاجته خرافات يعني. طيب أخي ربيع، يعني نحن وصلنا لآخر الحلقة تقريبا، شو رؤيتك للمستقبل الشرق أوسط شمال أفريقيا خصوصا للملحدين؟ يعني شو الخطة
خطوة الخطوة الثانية، الخطوة الجاية، يعني رؤيتك من هون لأربع خمس سنين 10 سنين، خلينا نقول تفضل. أولا يعني أنا كنت أفكر إذا هناك ملحد واحد فقط في المجتمعات الشرقية إذا هناك أمل، فقط واحد، ولكن تفاجأت في الفيس هناك الكثير، يعني هناك الكثير من الناس الذين يفكرون. حقيقة أنا أفرح في الفيس عندما أجد يعني هؤلاء يفكرون ويعني ينكرون كل العبودية وكل ما يوجد في الأديان من أمور سخيفة. يعني الإنسان هذا الذي ينكر هذه الأمور يعني يريد أن يصل في مرحلة من الإنسانية. يعني في الأديان لا توجد أي إنسانية، لا توجد أي رحمة، مثل المسيحية العهد القديم، مثل القرآن قتل الأقوام، لا توجد أي رحمة، لا توجد أي إنسانية، يعني كل قتل. هذا مخالف، هذا كافر، هذا مشرك. لا نريد أن نعيش هكذا، نريد أن نحب الجميع، نعيش مع الجميع، يعني بعيدا عن الدين، كل شخص له دينه، لكن لا يتدخل في أمورنا الخاصة. هم يقولون لماذا تتكلمون عن الدين الإسلامي؟ يعني لماذا الأديان؟ لماذا تنتقدوها؟ لأن هذه الأديان يعني دمرت الحياة، لأنها تتدخل في الصغيرة والكبيرة، تتدخل في كيف تدخل إلى الحمام. يعني هذا أشبه حكومة. لماذا لا تريد أن نطلع مظاهرات على هذه الحكومة؟ لماذا لا تريد أن ننتقدها؟ فقط لأنها مقدسة. هذا إزالة التقديس هو بداية، يعني بداية للانفتاح. يجب إزالة التقديس من الأديان لأنها غير مقدسة، فما يوجد فيها في داخلها هو غير مقدس. بالضبط، يعني الدين هو حكم عسكري لا اكثر ولا اقل. طيب اخي يا ربيع، يعني اذا كلمه اخيره للمشاهدين وللملحدين، تفضل. أولا الملحدين أحب يعني أقول إنهم بشر، يعني ليسوا فضائيين، هم بشر أيضا يفكرون. يعني الملحد، يعني الملحد إذا تحول إلى مسلم الآن، يعني المسلم سوف يعتبره إنسان ذكي، إنسان يعني على رأسه مثلا قول، لكن إذا خالف في شيء صغير سوف يتحول إلى كائن يعني فضائي. لذلك يعني الملحدين هم يبحثون عن الإنسانية. يعني أنا أغلب أرى نقاشات، أرى أمور كثيرة، يعني هو يبحث عن الإنسانية، يبحث عن الكمال. لم يجد في الأديان الكمال، لم يجد الإنسانية، فمن حقه أن يختار، حقه أن يختار طريقه، أي المشكلة؟ يعني ما ليس هناك مشكلة. أنت مسلم، وجدت في الإسلام يعني الكمال حسب تفكيرك، إذا ابقى على الإسلام ودع الملحد يأخذ طريقه، وجد الكمال في غير أمر، يعني ليس هناك مشكلة. يعني النظر ليس هناك أي مشكلة، لكن المشكلة أن الأديان هي من تحرض الناس، هي من تحرض على المخالفين، هي من تحرض على البغض بمجرد أن يقوم بالمخالفة أي شخص. إذا السبب هي الأديان ليس الإنسان. بكل أنت تأكيد. يعني كل الحروب الآن، يعني كانت هناك حروب حروب، لكن كل الحروب هدأت. الإنسان يعني بدأ يفكر بالإنسانية، لكن هذا الدين، هذا الورق، هذا الحروف، هذه الموجودة، هذه أجيال وأجيال وأجيال تعلم نفس الكلام وتطبق. يعني اليوم موجود داعش، موجود وسوف ينتهي داعش، بعد 10 سنوات يمكن داعش يأتي من جديد بسبب هذه الكتب. هذه الكتب كتب شيطانية، وتعلم أجيال وأجيال وأجيال وأجيال. يجب القضاء عليها، أو يجب تحسينها، لا نريد القضاء عليها، يجب تحسينها بما يناسب العصر فقط، لا أكثر ولا أقل، فقط طيب تحسينها بما يناسب العصر.
شكرا كثير اخي ربيع، انا برايي لازم يجب القضاء عليها بصراحه، لانه هاي دوده ومهما خففت منها راح تطلع من جديد. على كل حال شكرا لك اخي ربيع، وشكرا لحضورك معنا، وشكرا لكم اعزائي المشاهدين، وصلنا لاخر حلقه، نتمنى نلاقيكم في حلقه، ونتمنى من كل ملحد يعني يريد ان يجهر حاله معنا وشجعه يعني يتصل فينا، نحن مستعدين طالما يعني نطلع بكذا حلقة ما في مشكلة، يعبر عن أفكاره، ومثل ما بقولوا زمن الفوت انتهى، زمن الفوت نحن تعسنا عليه، بدنا نحكي بصوت عالي ونوصل أفكارنا لكل الناس لازم تسمع أفكارنا. يعني انتهى زمن الصوت الواحد والحكومة الواحدة والمنخ الواحد والحكي الفاضي. فشكرا كثير لكم اعزائي المشاهدين، وشكرا لك يا اخي الربيع. اشكرك 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 استاذي العزيز، اشكرك. الى اللقاء اعزائي المشاهدين، نلتقيكم في حلقه قادمه، الى اللقاء.